سعيدة بالإذن. لحظة I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. بالرغم من الظروف المناخية الصعبة والبرق والرعد والشتاء والزمهرير، مضطر أعمل الفقرة أنا مع أنه الطقس عاطل جدا، ما هيك معالي الوزير؟ في رياح قوية وفي أمطار غزيرة، أخذت قرار بكرة بإقفال جميع المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد الفنية كمان، ونوصل العطلة ليوم الأربعاء. وزير التربية الياس أبو صعب مدد العطلة لليوم وصار أكثر رجل محبوب بالجمهورية اللبنانية من قبل الطلاب. يوم البرد بيوم الصعب عن حبك ما بطلنا، ما في غيرك يا أبو صعب بيوم الدرس يعطلنا. المثير للسخرية أنه بالوقت اللي أعلن فيه الوزير أبو صعب إقفال المدارس، كان وزير الصحة وائل أبو فعور عم يعلن أنه الحضانات، حضانات الأطفال شغالة طبيعي. هالشي أثار غضب لكتير من الأطفال. لا يا لا يا شباب، مش هاي يا خي، حتعورونا كل مرة بهول الأغلاط اللي بتحطوهن. شيلة 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 شيلة، هلا هلا بفجرنا هذا. شيلة شيلة، حط ال... ايوه هادي. لك شو بيشبه ميشيل عون هالطفل؟ لك اكيد الوزير الياس ابو صعب عنده خطه استراتيجيه انتخابيه بموضوع العطله الرسميه، اكيد عم يشتغل على الطلاب انتخابيا بما انه ما في انتخابات نيابيه على ما يبدو قبل 10 سنين لقدام. بس السؤال الأساسي، هل بتشمل العطلة الرسمية اللي بيعطيها الياس أبو صعب تكتل التغيير والإصلاح؟ لأنه يا حرام، نواب التكتل بتشوفهم قاعدين بالاجتماع مثل التلاميذ ولا نفس. وهلقتني اللي بيفتح تمه بالاجتماع بدي يبعث ورا ولي أمره. بس خلونا نكون واقعيين، ما في أحلى من العطلة. العطلة بالمدرسة كتير حلوة، العطلة بالحضانة كتير حلوة، بس انه حراك مدني عطل؟ في حراك مدني بياخد عطلة؟ شو موظفين ولخية؟ والله يمكن. صباح على خير. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night.